نجحت الكويت في تنظيم البطولة الآسيوية 21 للأندية أبطال الدوري التي أقيمت فعاليتها على صالة نادي الكويت، وتوج بلقبها فريق الدحيل القطري بفوزه على مواطنه الوكرة بنتيجة 22-21 هدفا، فيما حصد الشارق الإماراتي المركز الثالث والميدالية البرونزية بفوزه على نادي الكويت الذي اكتفى بالمركز الرابع. أنا اليوم سعادتي لا توصف صراحة، وسبب رئيسي في هذه السعادة أن اليوم الكويت يعني تحتضن هذه البطولة الآسيوية للأندية المؤهلة لأبطال العالم بعد معاناة الحقيقة 3 سنوات أو أكثر في موضوع الإيقاف الرياضي، واللي الحقيقة يمكن لمستوه حتى من خلال فرقنا المشاركة أن انعكس عليهم يعني بالسلب، رغم أن اليوم نادي الكويت يعتبر من يعني يضم مجموعة جيدة من اللاعبين. توجه إلى إنشاء صالات كبيرة تستوعب أعداد كبيرة من المتفرجين، وبالتالي أنا أعتقد اللي شفناه من شباب الكويت في تنظيم هالبطولة يجعلنا نتفائل بأننا سننظم أكبر البطولات العالمية إن شاء الله. البطولة كان مستواها برأيي الشخصي طبعا جيد جدا، وكنا متوقعين هذا المستوى، بس يعني نتمنى بالمستقبل أن في فرق وأندية من آسيا لحد الآن ما جت كان ممكن عندها تكون مستوياتها أفضل، لكن الحمد لله أنا حسب ما شفت اليوم خلال الفترة هذه البسيطة البطولة ناجحة فنيا وإداريا ويعني في جميع المقاييس الصراحة حتى جماهيريا. الكل يعلم بأن الكويت اليوم نادي الكويت ودولة الكويت أبدعت في تنظيم هذه البطولة على مستوى آسيوي راقي ورائع باعتراف وإشادة من جميع الضيوف والفرق المشاركة.